أهلا بكم. من المقرر أن يعقد في بغداد مؤتمر دول الجوار الإقليمي للعراق نهاية الشهر آب الجاري لمناقشة التحديات السياسية والأمنية في دول المنطقة وفق بيان حكومي في العراق. وطبقا لمصادر حكومية فإن المؤتمر سيعقد على مستوى القمة ولن يقتصر على الدول المجاورة للعراق، بل سيشمل دولا أخرى في جوار العراق الإقليمي ليست عربية. وتقول حكومة الكاظمي إن انعقاد هذا المؤتمر في بغداد، وهو الأول من نوعه بعد العام 2003 على هذا المستوى، يهدف إلى استعادة دور العراق العربي والإقليمي السابق المؤثر والفعال، بينما تؤكد القوى الوطنية العراقية والناشطون أن الهدف الحقيقي لهذا المؤتمر هو تلميع وتجميل العملية السياسية وقواها الطائفية بعد مأزقها الكبير من جراء الانهيار العام في العراق وحالة السخط والغضب الشعبية المتنامية والتي تجلت في تظاهرات ثورة تشرين. حقيقة أهداف ودوافع عقد مؤتمر جوار العراق الإقليمي وحظوظه في إيجاد مخرج جدي وحقيقي لأزمات العراق المزمنة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الدوافع والأهداف الحقيقية لمؤتمر جوار العراق العربي والإقليمي المقرر عقده هذا الشهر؟ وهل فعلا ينعقد هذا المؤتمر في إطار جهود القوى السياسية لاستعادة دور العراق العربي والإقليم السابق؟ وهل العراق الحالي يمتلك مقومات الدولة القوية المؤهلة للعب دور عربي وإقليمي إيجابي وفعال في المنطقة؟ ولماذا ترى القوى الوطنية العراقية والناشطون أن هذه القمة هي مجرد مؤتمر علاقات عامة ودعاية للعملية السياسية؟ وما الذي جناه العراق من المؤتمرات السابقة والمشابهة حتى تعاد هذه التجربة بعقد هذا المؤتمر من دول جوار العربي والإقليمي؟ ضيوف الطاولة: مثنى الضاري، عبد الله الغيلاني. جمجمة العرب وبابهم الشرقي ومركز قوتهم، هكذا قيل عن العراق ووصفه به كل من أدرك عمقه الاستراتيجي وأهميته الإقليمية منذ فجر التاريخ. كذلك كان العراق قبل أن تغلب عليه قوى الاحتلال ويصبح منزوع السيادة والتأثير، فصار المتقرب إليه من العرب حذرا منه بعيدا عنه، بعد أن تحول إلى محطة عبور للمشروع الإيراني بجميع أشكاله. أمام هذا الواقع العراقي المر، يحاول رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي إعطاء حكومته شرعية إقليمية عبر دعوته إلى عقد قمة مشتركة بين العراق وجواره، وخصوصا تركيا والسعودية لما لهما من تأثير على العالمين العربي والإسلامي. يتساءل المطلعون على وضع العراق عن جدوى إعادة تموضع العراق إقليميا، إن كان على وجه الحقيقة بلا سيادة فعلية ومهيمنا عليه من قبل إيران بشكل واضح على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي. وهل الكاظم قادر على اتخاذ قرارات تعيد العراق إلى حضنه العربي في ظل تأذي دول الخليج من السياسة الإيرانية؟ وهل الكاظمي أيضا هو الآمر الناهي في السياسة العراقية حتى يتقرب إلى الدول العربية وتركيا، وذلك بلا شك يتنافى مع سلوك الميليشيات المعادي لهذه الدول؟ قبل الكاظمي عقد عادل عبد المهدي قمة مماثلة وبين لحاضريها أن العراق لا ينفصل عن عمقه العربي، إلا أن ذلك كان مجرد شعارات، فلا الميليشيات قمعت ولا النفوذ الإيراني انتهى ولا حتى اللهجة العدائية ضد الدول العربية خففت. وحيال ذلك يرى مراقبون أنه لا يوجد هدف استراتيجي من القمة الإقليمية برعاية العراق، إلا أن تكون إيران هي من تريد تحسين علاقة العراق مع جيرانه ليكون لها نفوذ أقوى في هذه الدول بالشكل الذي يخدم مخططاتها الخفية والظاهرة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في حقيقة أهداف ودوافع عقد مؤتمر العراق الإقليمي والعربي
وحظوظ هذا المؤتمر في إيجاد مخرج جدي وحقيقي لأزمة العراق المزمنة والمعقدة. ضيوف الطاولة: الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، وسيكون معنا أيضا من العاصمة العمانية مسقط الدكتور عبدالله الغيلاني، الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية. مرحبا بالضيفين الكريمين. نبدأ مع دكتور مثنى. دكتور مثنى، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا ومرحبا أخي ماجد، حياك الله وحيا الله ضيوف الطاولة جميعا. أهلا وسهلا دكتور. فيما يتعلق بالمؤتمر، الناطق الرسمي باسم الحكومة قال أنه هذا المؤتمر سيركز على ما سماه الدور الدبلوماسي الجديد للعراق، وتحقيق التفاهمات مع دول المنطقة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وتنشيط الجانب الاقتصادي، وإدامة الشراكات الاقتصادية مع هذا الجوار. هل تعتقد أنه فعلا هذه أهداف المؤتمر، أم أن ثمة أهداف وغايات ودوافع أخرى غير معلنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي جدا أن كل مؤتمر يعلن عن أهدافه، سواء كانت هذه الأهداف حقيقية أو غير حقيقية، متمنات يسعى لها بغض النظر عن واقع هذه المؤتمرات وحقائقها. ما أعلن عن هذا المؤتمر من أهداف يدور في إطار ثلاثة أهداف رئيسة، هي هدف سياسي وهدف أمني وهدف اقتصادي، وهناك هدف رابع ذكر هكذا يعني مع هذه الأهداف، ولا أرى أن له يعني سببا أو موجبا أو حتى قدرة من هذه الدول على بحث هكذا موضوع تفصيلي، لا من حيث القدرة ولا من حيث أهمية هذا الموضوع بالنسبة لهذا المؤتمر، وإن كان هذا الموضوع مهم، وهو مناقشة ظاهرة الاحتباس الحراري. أتصور مؤتمر العراق وجيران العراق يبحثون قضية الاحتباس الحراري. المهم نترك هذا الموضوع وننتقل إلى الأهداف المعلنة. نعم. هذه الأهداف المعلنة سياسي أمني اقتصادي. الأهداف الحقيقية الأساسية لهذا الموضوع تدور بين الأول والثاني، أما الثالث فهو تحصيل حاصل. وقد عقدت مؤتمرات كثيرة ولقاءات وزيارات ولجان مشتركة وبرامج بين العراق وبين جيرانه على مدى سنوات طويلة لتفعيل الجانب الاقتصادي، ولكن كل هذا لم يحصل لأنه لا توجد جدية ولا نوايا حقنيات حقيقية من الجانب الحكومي في العراق لتنفيذ هذه الاتفاقات. فإذا بما أنه لا توجد جدية وهناك طرق أخرى وهناك اتفاقيات مشتركة وهناك لجان مشتركة، فإذا انحشر هذا الموضوع في لقاء عابر هكذا في توقيت مهم بالنسبة للعملية السياسية قبيل ما يسمى بالانتخابات المبكرة، يبرز لنا الأهداف الحقيقية وهي الهدف السياسي والهدف الأمني. الهدف السياسي هو التهيئة للانتخابات المبكرة ومحاولة إعطاء صورة جيدة لم تكن لامعة وبراقة، ولن يستطيع هذا طبعا، ولكن هذا سعيه، صورة جديدة لحكومة الكاظمي لدعم جهودها في تلافي وفي وقف الانهيار المتواصل في الأوضاع في العراق. وقد كتب بعض الكتاب، سواء كانوا يسمون أنفسهم دبلوماسيين عراقيين أو كتاب عرب في بعض دول الجوار، خلال الأيام الماضية يروجون لهذا المؤتمر، وكتب أحدهم وهو يعني يصف نفسه بأنه دبلوماسي سابق وصحفي أو متابع سياسي، بأن الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو إعادة بعث الدبلوماسية العراقية على الصعيد الخارجي، وإبراز الدور السياسي والخطط الاستراتيجية التي وضعتها حكومة الكاظمي. وعلى هذا النحو يتكلم أيضا صحفي عربي في إحدى الصحف العربية، وكأن هناك استراتيجية حقيقية، وكأن هناك أثرا ملموسا لما يسمى بالسياسة الخارجية العراقية يراد تطويره. القصة باختصار تظهر من بين كما يقولون فلتات لسان هذا وذاك. نعم. تلميع صورة حكومة الكاظمي التي يوميا تزداد فشلا وانهيارا وتراجعا وترديا في كل جوانب الحياة العراقية، ليس في الجانب السياسي فقط. وهذا يأتي في سياق متطلبات، أقولها بكل صراحة وبكل وضوح، متطلبات خارجية دولية وإقليمية لدعم هذه الحكومة، وعلى الأقل تصميد، أقول بهذه العبارة، تصميد هذه الحكومة بأي طريقة ممكنة، يعني متكأ من هنا سند من هنا وما إلى ذلك، لإيصالها إلى الانتخابات المبكرة إن
حصلت هذه الانتخابات. هذا هو الهدف الحقيقي. والجانب الأمني طبعا لا يخفى، ولكن أعتقد بأن الجانب الأمني يحتاج حديث أكثر من هذه الوجهة. نتحدث إن شاء الله. دكتور عبد الله الغيلاني، أهلا وسهلا بك معنا. مرحبا بكم وبالضيوف الكرام وبالمشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا دكتور. هذا المؤتمر الذي يعقد باسم جوار العراق الإقليمي طبعا سيضم حتى دول خارج الجوار، فرنسا ومصر وغيرها. هذه المؤتمرات لم تكن الأولى، وقد أشار دكتور مثنى الضاري إلى مؤتمرات سابقة لكنها أيضا لم تفضي إلى شيء. ما الذي تغير الآن خاصة مع تعقيد القضية العراقية، أصبحت أكثر تعقيدا وأكثر تشابكا وتداخلا، والعرب أيضا في حالة ربما الآن يعني أكثر شللية ووهن مما كانوا عليه قبل 10 أو 15 سنة. ما الذي عند النظام العربي الرسمي ليقدمه للعراق لإيقاف هذا التدهور أو على الأقل تخفيفه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى. أولا من حيث المبدأ ينبغي أن ندعم كل جهد من شأنه أن ينتشل العراق من الأزمات المتلاحقة التي يعيشها منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003. ولكن إجابة على سؤالك، هذا المؤتمر لا يمكن بحال من الأحوال أن يقدم شيئا، بمعنى لا يمكن أن يقدم قيمة مضافة للعراق لانتشاله من هذه الأزمات، وذلك لسبب واضح. أزمة العراق ليست أزمة إقليمية، أزمة العراق هي أزمة داخلية بالدرجة الأولى. الدول المشاركة في هذا المؤتمر يعني يمكن أن تصنفها إلى يعني صنفين. الصنف الأول هي الدول البعيدة عن العراق والمتعاطفة مع العراق والذي يعنيها الشأن العراقي بوجه من الوجوه، مثل مصر وفرنسا وقطر والإمارات. ولكن الدول المحورية التي سوف تحضر وتشارك في هذا المؤتمر هي إيران والسعودية وتركيا. هذه الدول المركزية ذات الثقل والتي يمكن من حيث المكنة الاستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في الداخل العراقي. هذه الدول هي في حالة اشتباك مع العراق بدرجة أو بأخرى. إيران تهيمن على العراق، وهذه مشكلة العراق. مشكلة العراق أنه يعني منذ سقوط النظام السابق، النظام الذي يعني أحلته الولايات المتحدة وأذنت به كان نظاما طائفيا يأتمر بأمر طهران بدرجة كبيرة. إذن إيران في الواقع هي الدولة المهيمنة والمسيطرة والمسيرة للشأن الاستراتيجي العراقي. المملكة العربية السعودية لها مصلحة في العراق، ولكن المملكة العربية السعودية لم تلتفت إلى هذه المصلحة منذ أن سقط نظام صدام حسين وتلاحقت يعني الوقائع في العراق، وإنما أعرضت بشكل من الأشكال عن الشأن العراقي حتى تفاقمت الأمور وصارت الكتلة السنية التي كان يمكن أن تعتمد عليها المملكة العربية السعودية في يعني حفظ ليس فقط المصالح العراقية وإنما المصالح السعودية. أعرضت المملكة العربية السعودية عن هذه الكتلة السنية وأسلمتها يعني مصيرها. تركيا لديها مشكلة أيضا مع العراق فيما يتعلق بأمنها القومي، إذ أن الكيان الكردي في شمال العراق هو محادد لي يعني تركيا، ويشكل مهد التصدير، مصدر يعني تهديد للأمن القومي. وجود حزب العمال أيضا في هذه المنطقة الرخوة أمنيا وعسكريا في شمال العراق. نعم. الآن السؤال، العراق بأوضاعه الراهنة، بأوضاعه السياسية المنهارة، بأوضاعه الاقتصادية الممزقة، بوضعه الأمن المضطرب، بانعدام الخدمات بشكل تام تقريبا، هل يمكن للعراق أن يعني يمثل قيمة مضافة لهذه الدول؟ هل يمكن للعراق أن يكون شريكا يعني استراتيجيا؟ الجواب بطبيعة الحال لا. إذن ما الهدف من هذا المؤتمر؟ أنا في تقديري أن هذا المؤتمر هو تسويق إعلامي ليس أكثر، ولا يوجد أي من هذه الدول بما فيها فرنسا، بما فيها مصر، بما فيها الأردن والدول الأخرى أيضا التي سوف تشارك في هذا المؤتمر، لا يوجد في هذه الدول من يعتقد أن العراق يمكن أن يكون شريكا تجاريا. العراق غير مؤهل. هذا لا يعني أن العراق لا يملك قوة كامنة. العراق يملك قوة كامنة على مستوى القوة الصلبة وعلى مستوى القوة الناعمة، ولكن هذه القوة العراقية بشقيها الصلبة والناعمة هي قوة معطلة الآن. العراق، النظام السياسي في العراق نظام مهتري، نظام يعني قد ضربه الفساد،
وإلى أطنابه، وبالتالي العراق بهذه المواصفات لا يمكن أن يكون شريكا تجاريا لأي من هذه الدول. إذن الهدف هو هدف تسويقي، هو هدف إعلامي، ولا أحسب، أكاد أقطع أن هذا المؤتمر لن ينجم عنه قرارات أو توجهات أو صفقات يمكن أن تضيف للعراق شيئا مذكورا. نعم، على ذكر التسويق أيضا، الباحث في جامعة شيكاغو رمزي مارديني يقول أن هذا المؤتمر لا يشكل أكثر من انتصار سياسي رمزي قبل نحو شهرين من الانتخابات المبكرة القادمة، وأن الربح السياسي من هذا المؤتمر سيكون من نصيب الكاظمي، لأنه سيدعم صورته فيما يعيش العراق صعوبات جمة وأزمات مزمنة بدءا من الكهرباء والأزمة الاقتصادية الخانقة. دكتور مثنى، قوى العملية السياسية الحقيقة تقول أن هذا المؤتمر، وكما جاء في بيان الناطق باسم الحكومة، يأتي في إطار جهود سياسية ودبلوماسية لاستعادة مكانة العراق السابقة العربية والإقليمية. صحيح أن الوضع صعب، أن الواقع مزري، لكن هذه محاولة. ما العيب في أن تحاول قوى العملية السياسية إعادة العراق إلى ما يستحق من وزن استراتيجي إقليمي وعربي، وكما يقال ألا تكفيهم شرف المحاولة هنا؟ يعني ماذا أقول لك؟ طبعا ليس من العيب لمن يهتم بالعيب، لمن يعي معنى العيب، لكن شرف المحاولة لمن يملك شرف تأسيس عملية سياسية حقيقية. نعم، لمن يملك شرف إدارة بلد بمكوناته وفق قواعد العدالة والمساواة والمصالح العامة وحماية البلاد وأمنه وحريته وسيادته ومقدراته، كل هذه هي أنواع من أنواع الشرف، سميها أنواع شرف مبدئية سياسية شخصية، للأسف لا يمتلك النظام السياسي القائم في العراق. هذا أولا. ثانيا، القوى المهيمنة على النظام السياسي في العراق هي من أكثر الناس عملا على إبعاد العراق عن محيطه العربي، عن واقعه الجغرافي، عن تأثيره وتأثره بالمنطقة، وهذا ليس كلاما منا، هذه أهدافهم المعلنة وهذه سياساتهم الواضحة وهذه شعاراتهم. هم يعتقدون بأن المحيط العربي بل وحتى الإقليمي باستثناء إيران هو محيط معادي، هو محيط لا يمكن أن ينسجموا معه، هو محيط يعد ساحة ليست مجالا حيويا للعراق، وإنما مجالا للهيمنة والاستثمار والسيطرة للجارة الشرقية الكبيرة إيران. فمن ينظر بهذه من هذه الزاوية ومن هذه الزوايا لا يمكن له أن يكون صادقا وإن سعى. فلنفترض الصدق، إذا هناك مصالح، ما مصالح سياسية لدعم العملية السياسية، وصدقوا هنا عندما يقولون إبراز الدور السياسي للعراق، إذا هو إبراز الدور السياسي من الناحية الإعلامية فقط، جولة علاقات عامة كالجولات التي مضت سابقا تمهيدا للانتخابات، وقد يبحثون عن مصالح اقتصادية، لكن أي مصالح اقتصادية في ظل هيمنة أمنية كما تحدث الدكتور عبد الله مشكورا قبل قليل لإيران في العراق وهيمنة في المنطقة وتهديد لأمن المنطقة جميعا، وهيمنة اقتصادية تكاد إيران بل تلتهم السوق العراقي وتقضي على كل مقومات الحياة الاقتصادية الحقيقية في العراق، وتقف بالضد من كل محاولات التقرب من الجيران العرب ولا سيما السعودية، المملكة العربية السعودية والأردن، فضلا عن تركيا. ولذلك حسب معلوماتي وبحسب معرفتي ومن خلال أيضا اطلاعي على هذه الملفات لهذه الدول الثلاث، لم ينفذ أي مشروع يمكن أن يطلق عليه أنه تطبيق أو تحقيق لما تم الاتفاق عليه على مدى سنوات طويلة. وذكر هنا بمؤتمر وزراء خارجية جوار العراق مثلا في سنة 2008، في نهاية سنة 2008 في الأردن، عندما نقرأ الاستعدادات للمؤتمر في ذلك الوقت وماذا يؤمن منه وماذا يعول عليه من شراكات اقتصادية، نرى بأن العبارات هي العبارات نفسها التي تقال الآن. إذن من عام 2008 إلى عام 2021 لم يتحقق شيء، يعني على مدى 13 سنة وعود جوفاء خاوية من كل الحكومات المتعاقبة في العراق التي نسميها حكومات احتلال، وهذا هو حال كل هذه الدول. ولكن هناك هدف آخر غير معلن
لهذا اللقاء بصراحة وبكل وضوح وبشكل مباشر، أقول هو لقاء خليجي إيراني برعاية فرنسية لحل حلة بعض الملفات في المنطقة بناء على المتغيرات الأخيرة، والنتيجة أن الاجتماع في بغداد يعطي بعدا سياسيا دافعا لحكومة الكاظمي للتهيئة للانتخابات. هذه حقيقة الأمور بغض النظر عن من قال من جماعة العملية السياسية كذا أو من روج لها، سواء كان هذا الترويج مبني على عاطفة أو مبني على أمور أخرى. دكتور، أكو نقطة فاتت حتى بس أسألك عليها وأسألك على نقطة أيضا أثرتها الآن. تقول أنه هذا النظام يشعر أنه هذه البيئة المحيطة به معادية، بيئة تناصبه العداء، لكن حقيقة هذا المحيط الذي يحيط بالعراق لم يوفر مستوى واحد من كل الدعم إلا وقدم للنظام السياسي الذي جاء بعد 2003، دعم سياسي، دعم مالي، دعم عسكري، دعم استخباراتي، واقف معه منذ 2003، فكيف يدعم عدوه؟ نعم، أكثر من هذا، يعني هو أعطاه أهم شيء قبل ذلك، النظام العربي الرسمي والنظام الإقليمي الرسمي، أعطى هذا الكيان، هذا الترتيب الشاذ في العراق، أعطاه الشرعية بعد الاحتلال وأقام علاقات دبلوماسية معه، ولم يقم باحتضان القوى المناهضة للاحتلال أو القوى التي الداخلية حتى كقوى تشرين الآن والسماع لصوتها ورأيها وما إلى ذلك. لما؟ قد يكون هذا غريبا، بل هو غريب فعلا، قد يكون هذا متناقضا، أدعم عدوي أو أدعم منصة أو رأس الجسر الذي يستخدمه عدوي، وهنا المقصود بالعدو لهذه الدول هي إيران، أدعمه ماديا وسياسيا ومعنويا. لما؟ لأن هذا مطلوب مني، لأنه الإرادة الدولية الحاكمة، المحتل العراق الأول والثاني يريدان هذا، وهذا ليس جديدا، هناك لقاءات على حواشي هذا اللقاء، الأزمات المحيطة بالعراق، لقاءات تتم بين أطراف عدة بطلبات غربية، مرة أمريكية ومرة أوروبية، مثل هذا المؤتمر الذي يقول بعضهم بأنه انتصار أو فشل للدبلوماسية الأمريكية وانتصار للدبلوماسية الفرنسية ومحاولة دخول أوروبي على الساحة وما إلى ذلك. الأمر حقيقة من الناحية السياسية الواقعية لا مجال له أبدا، هي ترتيبات تدار من أجل أهداف دولية وأقليمية وما على دول المنطقة إلا التنفيذ. تبقى هذه الدول عندما تذهب تكون غير راغبة في التنفيذ، هذا أمر آخر، ومن حقها أن تذهب وهي غير راضية لأنها لم تحقق شيئا على مدى سنوات طويلة. كل هذا الدعم الذي قدمته للأسف للعملية السياسية وللنظام القائم في العراق قوبل بالضد، قوبل بالاتهامات، قوبل بالتشكيك، بل قوبل بما هو أقسى من ذلك، وهو التمدد على حساب هذه الدول، ولعل ما يجري في سوريا وما يجري في اليمن خير دليل على ذلك. أشكرك. أستأذن من الضيفين الكريمين، طبعا عنده مشكلة بالتواصل مع دكتور عبدالله الغيلاني في مسقط، وأستأذن من المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفينا في هذه الحلقة، دكتور مثنى حارث الضاري والدكتور عبدالله الغيلاني، التي تبحث في الأهداف والدوافع الحقيقية لعقد مؤتمر جوار العراق الإقليمي. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في حقيقة أهداف ودوافع عقد مؤتمر العراق أو جوار العراق الإقليمي وقدرة وحظوظ هذا المؤتمر على تقديم مخرج جدي وحقيقي لأزمة العراق المزمنة والمعقدة. ضيوف الطاولة الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، والدكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية والذي انقطع التواصل معه. دكتور، في نقطة قبل الفاصل تحدثت عنها أن واحد من أهم دكتور مثنى عن أن واحد من أهداف هذا المؤتمر هو إجراء لقاء أو مصالحة إيرانية سعودية برعاية فرنسية في بغداد. ألا يؤكد هذا أنه فعلا العراق عائد لأن يلعب دورا إقليميا في المنطقة وقادرا على جمع متنافرين أو متصادمين أو متضادين في بغداد على طاولة حوار ويلعب دور في تفاهمات إقليمية؟ أولا لم أقل مصالحة وإنما لقاء. لقاء، نعم. لقاء خليجي، نعم. لقاء. وأذكر هنا بأنه قبل شهرين أو ثلاثة تسربت أنباء عن أن هناك اتصالات سعودية إيرانية من خلال العراق لعقد لقاء مشترك، ويبدو أنه هذه الفرصة المناسبة لذلك. تحت هذا الغطاء تجري هذه اللقاءات، وهو أسلوب يعني سياسي ودبلوماسي وعلاقات عامة محفوظ ومعروف. ولكن يمكن أن يقال بأن العراق بات الآن يعني يستطيع أن يدير هكذا اجتماعات ولقاءات، وإذا كانت هذه اللقاءات والقرار والاجتماعات بإرادة ذاتية منه وبقرار وبتأثيره الذاتي على الأحداث في المنطقة نتيجة وضع السياسي البتين، وضع الاقتصادي المهم، قدراته الأمنية، ثقله في المنطقة، لكن كل هذا غير موجود الآن. إذن العراق هو عبارة عن فقط مكان للقاء يتم ترتيبه من قبل أطراف الأقوياء المتشاكسون في العراق، والعراق هو فقط يعني يوفر الفندق والقاعة التي يجري فيها هذا اللقاء ويعطيه هذه الصفة الإقليمية. وإلا أين كانوا عن هذه المؤتمرات، مؤتمرات أو لقاءات العراق وجواره؟ هي انعقدت منذ سنوات طويلة وكان المعلن أنها تتم كل سنة، وإذا بهم ينسونها سنوات ثم يعودون إليها عند الحاجة. فإذا العراق ليس فاعلا وليس لديه القدرة، هو لا يستطيع أن يحل مشاكله السياسية الآن، ودليل على ذلك الأوضاع المتدهورة بالعراق. ولعل الحادثة التي جرت أول أمس في أو قبل ذلك في مدينة كربلاء ومقتل مدير بلدية كربلاء، هذه الحادثة وحدها تجعل كثيرا من الدول تتخذ موقفا ما من أي لقاء في بغداد لإيصال رسائل سياسية واضحة اللهجة لهذه الحكومة أن الأوضاع في العراق قد خرجت عن السيطرة. ولكن هذا ليس في وارد هذه الدول وليس في وارد من لديه القرار في العراق، فقد أصبحت هذه الحوادث للأسف كأن أحداث هامشية لا يلتفت إليها. وعلى أيضا غرار هذه الحادثة ما جرى قبل عدة أشهر، معارض إيراني جاء إلى النجف فاختطفته الاطلاعات الإيرانية ونقلته إلى إيران وأعدم لاحقا. دكتور عبد الله الغيلاني، هل تعتقد أن العرب الرسميون الآن يعتقدون أن حكومة الكاظمي أو حتى الحكومات التي ستأتي بعدها قادرة على ضبط أو لجم الميليشيات والأحزاب الطائفية ذات الخطاب المعادي للجوار العربي؟ أنت تعرف أن الميليشيات لا تخفي عدائها للجوار العربي في السعودية، في قطر، في الكويت، بل أن الميليشيات قصفت مخافر حدودية كويتية وسعودية وما لذلك، ولذلك يريدون أو كأنه هذه الحكومة تستحق الدعم لأن الكاظمي، حكومة الكاظمي أو الحكومات القادمة هي من ستلجم هذه الميليشيات، وبالتالي سيعود العراق جزء من منظومة ما يسمى الأمن العربي المشترك. نعم، الدول الإقليمية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر تعلم جيدا أن حالة التغول الطائفي في العراق هي أكبر بكثير من حكومة يعني الكاظمي. العراق اليوم واقع بدرجة كبيرة جدا تحت يعني إمرة هذه المجموعات العسكرية. نحن نعلم مثلا كيف نشأ الحشد الشعبي. الحشد الشعبي نشأ بعد سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة، ثم بعد ذلك عجز حكومة المالكي عن التصدي لهذا السقوط، فكانت هذه الذريعة، كان هذا هو الغطاء
الذي في إطاره نشأ الحشد الشعبي بمباركة من السيد السيستاني. الحشد الشعبي بعد ذلك تم إدماجه في القوات الرسمية أو في القوات العسكرية الرسمية العراقية، وأصبح اليوم جزء من الجيش على المستوى الرسمي، ولكنه في واقع الحال هو منفصل ومستقل تماما، ويأتمر يعني بأمر جهات أخرى غير يعني الجهات الرسمية العراقية. إذن المجتمع الإقليمي وعلى رأسه تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية والكتلة الخليجية أيضا يعلمون أن يعني حالة يعني نفوذ هذه الميليشيات الطائفية في العراق هو أكبر بكثير من حكومة يعني السيد الكاظمي، كما يعلمون أيضا أن العراق اليوم تحول إلى ساحة نفوذ إيراني. ولكن كما قلت لك أن هناك إكراهات سياسية ربما تدفع هذه الدول إلى يعني التماهي مع هكذا دعوات مؤتمرات ولقاءات وتقارب. دكتور اسمح لي عذرا على المقاطعة، هذه دكتور عبد الله اسمح لي المقاطعة، هذه الدول الآن مضطرة أو مكرهة لهذا التعاطي، هل تعتقد أن ليس لديها من خيارات أخرى للتعاطي مع الوضع بالعراق إلا التماهي أو مسايرة أو مجاراة هذا النظام ذي الطبيعة الحقيقة ظاهريا وباطنا ذي الطبيعة الميليشياوية الطائفية الغريبة كأنه على 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 بيئة المنطقة؟ نعم، ما يجري في العراق اليوم هو تجسيد لمشروع طائفي تقوده إيران. السؤال، هل الكتلة الخليجية تحديدا، دعك من تركيا ودعك من الدول البعيدة عن العراق، ولكن الكتلة الخليجية المعنية بشكل مباشر بالشأن العراقي والتي ينعكس عليها الوضع في العراق سلبا أو إيجابا، السؤال هل تملك هذه الكتلة مشروعا مماثلا متماسكا لمواجهة المشروع الإيراني؟ السؤال كلا، المشروع الإيراني ليس فقط في العراق وإنما هو يتغلغل حتى في داخل يعني الجسد الخليجي. إذا كانت هذه الدول لا تملك مشروعا مماثلا يتصدى للمشروع الإيراني على الأقل على مستوى الأمن الإقليمي الخليجي، فأن لها أن تملك مشروعا آخر يمكن أن ينازل إيران على الساحة العراقية. إذن إيران تتحرك، وهذه حقيقة يعني جيوستراتيجية معلومة لدى الجميع، أن إيران تتحرك في المنطقة وفقا لمشروع جيوستراتيجي يخدم المشروع المذهبي الطائفي الإيراني. في المقابل الكتلة الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لا تتوفر على هكذا مشروع يمكن أن يتصدى للمشروع الإيراني. هذا ينطبق على اليمن وينطبق على العراق وينطبق حتى على يعني الأمن الإقليمي في العراق. اسمح لي هذه النقطة إذا سمحت لي نؤجلها وسنناقشها إن شاء الله بعد يعني دقائق. دكتور مثنى حارث الضاري، ما هو المطلوب، ما الذي يجب أن يمتلك العراق الآن كدولة حتى يقال أن العراق عاد دولة محورية فاعلة في المنطقة تلعب هذا الدور، دور إقليمي، دور العفو يعني استراتيجي سياسيا أمنيا يتناسب مع مكانة هذه الدولة إقليميا وعربيا؟ ما هو المطلوب حتى يتعاطى الرأي العام بالعراق وخارج العراق مع مقولة أن العراق عاد إلى دوره الدبلوماسي، إلى دوره الاستراتيجي، إلى دوره المحوري عربيا وإقليميا؟ العراق لن يعود أخي الكريم، يعني أنت الآن تتحدث بصيغة المجاز، العراق العراق العراق. نعم. نحن نتحدث الآن عن نظام سياسي قائم. نعم. عن حكومة تسمي نفسها حكومة عراقية، فالعراق لن يعود، العراق ما زال بلدا محتلا، فالحديث عن العراق غير وارد بالمرة. أما إذا كان الحديث عن النظام السياسي القائم أو من يقومون لإدارة الأمور بالعراق من باب المجاز أنهم يمثلون العراق الآن وهم لا يمثلونه حقيقة، فأقول لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا لمن هم في العراق الآن أن يعيدوا العراق لما كان عليه أولا. ثانيا، العراق لا يمتلك هذه المقومات، العراق الآن دولة بالاسم فقط، المتحكم فيه أناس من خارج هذا البلد، المتحكم فيه بشكل واضح وصريح بعد الاحتلال الأمريكي والنظام الإيراني، والنظام الإيراني له سياسته، له أهدافه، له مصالحه، له مشروعه الواضح الذي تحدث عنه الدكتور عبد الله قبل قليل، والذي لا يوجد مقابله أي مشروع آخر عربي أو غير عربي، هذا الواقع وهذه الحقيقة. فإذا عدنا إلى حقيقة السؤال،
وتحدثنا بصيغة الحقيقة لا بصيغة المجاز، العراق لكي يعود إلى ما كان عليه على هذا النظام السياسي أن يرحل، على هذا النظام السياسي أن يتغير، على هذا الواقع السياسي في العراق أن يزال بأي طريقة من الطرق. لابد للدول المعنية بالشأن العراقي، وتحدث هنا عن الدول الجوار عربية إن كانت أو غير عربية باستثناء إيران، إن كانت جادة في إقامة علاقات حقيقية متوازنة ندية وأن تستفيد من الثقل العراقي في المنطقة وأن تعمل معه لحفظ أمن هذه المنطقة من كل ما تتعرض له، وأن تقوم علاقات اقتصادية نافعة لبلدان المنطقة، وتقدم ما تستطيع لخدمة لمنفعة الشعب العراقي، لا يمكن إلا أن يكون بوفق عملية سياسية جديدة قائمة على أسس سليمة، وفق مشروع وطني عراقي مرعي دوليا مكفول إقليميا متبنى من هذه الجهة وتلك الجهة. وهذا غير متوقع وغير حاصل، وللأسف أقول وليس في وارد غالب الدول المشاركة في هذا المؤتمر، فما بالك بالدول التي ليست من جوار العراق المباشر. نحن نتمنى دائما أن تكون قضية العراق شأنا يهم دول الجوار ودول الجوار الإقليمي، يعني مشاركة بعض الدول في هذا المؤتمر من غير دول الجوار المباشر لو كان مؤتمرا حقيقيا تعد خطوة جيدة. لما؟ لأنها توسع من دائرة الاهتمام بالشأن العراقي، لكن واقع الحال أن هذا الحضور هو يعني متطلبات شكلية لا أكثر ولا أقل. فإذا الجواب بشكل واضح وصريح، لا يمكن لهذا المؤتمر ولا لغيره من المؤتمرات ولا حتى لجهود بعض الدول العربية مشكورة على ذلك أن تعيد العراق لعربه، أن تعيد العراق لإقليمه، أن تعيد العراق إلى أمته، ما لم يتم النظر إلى العراق وفق هذه الرؤية. النظام السياسي القائم في العراق ضار بالعراقيين وضار بالمنطقة، وضرره متعدي حتى إلى خارج المنطقة. نعم دكتور، هذا عن الواقع، لكنه راح نقول لك عن أحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، يقول إن العراق يجب أن لا يكون مصدرا لتهديد دول الجوار جميعا، ولن يكون بوابة للتدخلات الخارجية والداخلية، وهناك توجه لنزع السلاح المنفلت الذي يهدد العراق ودول الجوار. هناك يبدو رؤية أو مسار مستقبلي يبدو مختلف عن الحاضر وعن الماضي. يبدو من كلام عضو اللجنة، عضو اللجنة البرلمانية، مللنا من هذا الكلام، كلام جميل منقى. نعم. يعني مرتب، يعني ليس عليه أي غبار، ولكن هو كهذه. بس يبدو دكتور، اسمح لي، يبدو الآخرين دا يتعاملون معه بجدية في جوار العراق الأنظمة الرسمية. لا أخي، لا يتعاملون بالجدية، يعرفون بأنه هذا غير صحيح، لكن مرغمين على هذا التعامل. لا حيلة لهم إلا بهذا التعامل. نعم. هذا الكلام شبعنا منه. يعني طيب، أين هي الجدية في نزع السلاح المنفلت؟ نعم، وأين هي الجدية؟ بس خبرني بمثال واحد. هذا مسؤول لجنة العلاقات، وأنت لم تذكر اسمه. نعم نعم. ذكر اسمه وحده قد يعني يريحني من الجواب، لكن فلنفترض نبقى الحالة كما هي. نعم. فليعطني مؤشرا واحدا على ضبط السلاح المنفلت. إذا متجاوز على الشارع يملك مسدس ويقتل مدير بلدية جهارا نهارا. أما السلاح الذي يعني تتسلط به الأحزاب الحاكمة على رقاب العراقيين في كل مكان فحدث ولا حرج. السلاح المنفلت في العراق، حتى هذا الوصف غير دقيق، لأنه لا يوجد سلاح غير منفلت. السلاح في العراق كله منفلت. الحكومة أساسا هي لا يمكن أن توصف بحكومة غير منفلتة، مجموعة ميليشيات تؤطر بأطر سياسية. قبل حتى نكون واضحين وصريحين، نعم، نتكلم عن مكونات سياسية لها ميليشيات أذرع عسكرية. لا، الأمر اختلف تماما الآن. ميليشيات تؤطر نفسها بأطر سياسية، والذي لا يملك ذراعا ميليشياويا لا يمكن أن يقدم على فعل أي شيء، كالكاظمي على سبيل المثال. نعم. وحتى الذين يملكون يدخلون في موازنات القوة، والصراع محتدم بين هذه الميليشيات. فالسلاح أساسا منفلت. بل حتى هي هذه الحكومة، هل تستطيع لما الانفلات والشتات الحاصل في أجزائها؟ المالكي صورة فقط، صورة تحكي يعني رئيس ببدلة وربطة عنق واجتماعات وصور من جميع الجوانب ولقاءات وزيارات وحوارات استراتيجية في أمريكا وما إلى ذلك، لكن واقع الحال غير هذا تماما. نعم، أشكرك دكتور عبدالله الغيلاني. في النقطة اللي أثرتها جنابك قبل أن
أنا أتوجه إلى دكتور مثنى الضاري. هناك من يرى وهو فعلا ثم التناقض سياسي أو ازدواجية في المعايير من بعض الأطراف العربية التي تتحدث عن تصدي عن وقوف للهيمنة الإيرانية في المنطقة وأنها في حالة حرب في مناطق نفوذ إيرانية في اليمن في سوريا في لبنان، لكن موقفه في العراق الحقيقة على النقيض وهو دعم هذا المشروع أو هذا النظام السياسي الموجود النظام المنشاوي. وأنت تعرف جنابك الكريم أن العراق البؤرة الكنز بالنسبة لإيران استراتيجيا جغرافيا مقدرات الجوهرة، يعني الجوهرة التاج كما يقال. كيف يمكن نفسر هذا التناقض هنا وهناك؟ نعم، الدول أخي الكريم في العلاقات الدولية أو في إدارة ملفات الصراع ربما لا تنسجم يعني مقارباتها وتصرفاتها ومسالكها إزاء كل الملفات. نعم. فتجدها تتصرف بطريقة معينة في اليمن ثم تتصرف بطريقة تبدو مناقضة يعني الطريقة الأولى في العراق أو في لبنان أو في سوريا أو في غيرها، ولكن ليس هذا هو المهم. المهم هو كما ذكرت لك، هل تملك هذه الدول سواء على المستوى العربي أو على المستوى الخليجي حتى، هل تملك رؤية استراتيجية في التعامل مع التمدد الإيراني في المنطقة؟ هذا هو المؤسف. هل تملك القوة الكامنة للتصدي للمشروع الإيراني حتى بدون الضائر الأمريكي؟ أنا أقول نعم، يعني يمكن للكتلة الخليجية أن تبني مشروعا خليجيا متماسكا. ما الذي يمنع دكتور برأيك، ما الذي يمنع هذه الكتلة الخليجية من بلورة مشروع حقيقي وفاعل للتصدي أو لإزاحة هذا التغول أو الهيمنة الإيرانية التي تتطلع إلى الجسد الخليجي؟ جملة من العوامل، يعني أولها يعني هذه الاستجابة يعني الإرادة الأمريكية في المنطقة، وأن تتحول المنطقة إلى ردود أفعال لما يجري من صراع بين المشروعين الأمريكي والإيراني. يعني نحن اليوم في منطقة الخليج لا نملك إرادة مستقلة لمقارعة يعني السياسة الأمريكية أو حتى للاتفاق مع إيران على ترتيبات معينة يعني للأمن الإقليمي في المنطقة، وإنما المقاربات الخليجية إزاء المشروع الإيراني هي ردود أفعال لما يجري على مستوى الصراع الأمريكي الإيراني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، التصدع، حالة التصدع الداخلي التي تعيشها يعني المنطقة وحالة يعني الشروخ التي أصابت المنطقة من جراء الأزمات المتلاحقة. إذن هناك جملة من العوامل التي تحول دون بلورة مشروع خليجي أو عربي متكامل للتصدي للتمدد الإيراني وغير الإيراني في المنطقة. عودة إلى الموضوع العراقي، أنا أقول تعقيبا على ما ذكره الدكتور مثنى، ينبغي أن لا نيأس. أنا أدرك تماما أن العراق اليوم يمر بحالة انهيار على كافة المستويات الخدمية والسياسية والأمنية والاقتصادية. ولكن ينبغي أن لا نيأس. العراق في المقابل رغم هذه الحالة البائسة التي يمر بها العراق، ولكنه يملك يعني مكنة استراتيجية كامنة تحتاج إلى من يحرك هذه المكنة ويحولها إلى تطبيقات عملية. الفاعل الرئيسي في الموضوع هذا كله هو الشعب العراقي. المحيط الإقليمي أو الجوار الإقليمي لا يمكن أن يتعامل مع دولة منهارة لا تمثل له قيمة مضافة. وعندما أتحدث عن الشعب العراقي لا أتحدث فقط عن يعني كتلة بعينها. الضرر الذي لحق بالشعب العراقي من جراء هذه الممارسات وهذه الإدارة السياسية منذ الاحتلال الأمريكي وإلى هذه اللحظة لحق بالجميع، شمل الجميع، كل أطياف الشعب العراقي سنة وشيعة. المظاهرات الأخيرة التي قامت قبل بضعة أشهر كانت في الجنوب العراقي، أي في الكتلة السنية وليست في الوسط أو في الشمال، الكتلة الشيعية، يعني الكتلة الشيعية أقصد. نعم. وليس الكتلة السنية. نعم. إذن الكل متضرر من حالة الانهيار هذه التي يمر بها العراق. أشكرك. وبالتالي أنا أحسب أن الفاعل السياسي الذي يستطيع إخراج العراق من هذه الحالة، حالة التمزق والانهيار التي هو فيها، هو الشعب العراقي، بشرط أن يأخذ السيف بحقه. نعم. ويعني أن يدرك، وقد أدرك في تقديري يعني غايات ومقاصد هذه الأحزاب. شكرا. التي تحولت إلى مجامع عسكرية وليست أحزاب سياسية. شكرا دكتور. دكتور مثنى، يعني ثمة إجماع من القوى الوطنية والناشطين والمدونين في العراق على أن هذا المؤتمر لا يعد عن كونه
يعني حملة أو حفلة علاقات عامة دعاية للعملية السياسية تلميع وترويج وتسويق يعني الكاظمي. هل تعتقد بعد هذا الانهيار المتعدد المستويات في العراق وبعد تظاهرات تشرين وما جرى فيها من قتل وقمع وتغييب وملاحقات يستطيع هذا المؤتمر أن يلمع هذه وجوه قوى العملية السياسية وخاصة حكومة الكاظمي ويجعلها مقبولة مرة ثانية عند الرأي العام في العراق والمجتمع العراقي؟ لا يستطيع، لأن الهدف ليس الرأي العام الداخلي، هو رأي خاص خارجي فقط. نعم. والرأي الخاص الخارجي أفلح أو لم يفلح المؤتمر ولن يفلح، أدى الذي عليه، حضر وساهم في هذا الموضوع بناء على الإرادات الخارجية. أما كمؤتمر لن يفلح ولن تفلح مؤتمرات أخرى. وهنا أتفق مع الدكتور عبد الله في أنه لا يأس، وأقول للدكتور اطمئن والحمد لله لا يوجد يأس. لو كان هناك يأس لما ظهرت هذه التظاهرات التي تحدث عنها، لما عادت الروح للشعب العراقي بأكمله، لما وصل العراقيون جميعا إلى قناعة بأن هذه العملية السياسية لن توصلهم إلى ما كان يظن بعضهم، لما أحجموا هذا الحجام الكبير على المشاركة في الانتخابات الماضية ويحجمون بل يدعون دعوات أخرى للانتخابات القادمة. وأقول نعم يا دكتور عبد الله كما قلتم المعول على الشعب العراقي، ولكن هذه رسالة على دول الجوار العربي والإقليمي أن تلتقط هذه الرسالة. المعول عليه في تحقيق أهداف هذا المؤتمر بغض النظر عن من دعا ومن ذهب إليه، الأهداف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تطمحون إليها يحققها لكم الشعب العراقي وقواه الحية التي ينبغي الالتفات إليها الآن. الخيار الوطني العراقي الحقيقي في الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، لا في هذه العملية السياسية التي أذاقتكم الويل بعد أن أذاقت العراقيين الكثير منه. شكرا جزيلا للدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وشكرا أيضا كان ضيفنا من عمان، وشكرا أيضا ضيفنا من العاصمة العمانية مسقط الدكتور عبدالله الغيلاني الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية، كان معنا في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي بحثت في حقيقة أهداف ودوافع مؤتمر العراق الإقليمي والعربي وقدرته على إيجاد مخرج حقيقي لأزمة العراقي المعقدة والمزمنة. شكرا لكم وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.